بسم الله الرحمن الرحيم. كان في حد بيسأل على ازاي ان احنا ممكن نعمل ديفايد، او عندي مثلا خط وعايز ابدا اقسم، ممكن موديل لاين او انوتيشن لاين اهوت. وممكن نبدا مثلا نقطع، مش لازم بالتساوي بالشكل دوت. تمام، هقوله بقى بعد كده مثلا ان انا عايز ارسم دايمنشن من النقطة دي للنقطة دي، تاب عشان تحدد النقطة. بالشكل ده. وبعد كده هقوله ان انا عايزهم ايكوال، فكلهم يبقوا زي بعض. لو انت عايز تعرف المسافة بينهم قد ايه بدل العلامة ايكوال دي، اعمل سيلكت وتعال هنا وقول له لا ده انا عايزهم ايكوال بالشكل ده. نفس الفكرة لو انا مثلا عندي وول بالشكل ده وعندي فيه كذا باب، اي فاميلي بقى، وحبة فوق وحبة تحت، ماشي. ممكن برضو تعمل دايمنشن، او ممكن حتى تقول له لا ده انا عايز انتاير وول اوبشن، واقول له انا عايز في الاوبننج ولما تقابل باب سنتر. عملهم كلهم مرة واحدة. ممكن تعمل سيلكت وتقول له ايكوال، فيخلي لك المسافات بينهم واحدة. قد ايه بقى؟ في مشكلة هنا ان هو بيجيبهم مجموع كلهم مش بيجيب، فدي ممكن بقى نحلها ازاي؟ ان احنا ندخل هنا في الايديت تايب، ده البيس لاين قبل دي. ممكن بقى لو عندك فيش كهرباء توزع بنفس الفكرة وهكذا.